بتشوف الولاد اكيد الفرحانين، بفرح معاهم جدا ان هم هيكملوا معانا، ولكن الاولاد اللي مشوارهم انتهى في مرحله المواجهه، يعني لا صعبه 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 جدا، لانه قد كده هم بيحاولوا يثبتوا انه اتس اوكي وما عندهمش مشكله، واكيد هم ربحانين معانا، لكن في نفس الوقت كان عندهم حلم ان هم يكملوا. ف بتشوفهم كبار قوي في اللحظه دي، عارف يعني بحس ان هم صغيرين في السن، لكن بحس قد ايه هم كبار. والاكتر كمان بيأثر فيا لما بشوفهم هم متضايقين وبيبكوا لما بيسيبوا بعض وهم ماشيين وبيحضنوا بعض وحاطين ايديهم على بعض، عشان دي اخر مره بقى كل واحد هيسافر بلده. دي بقى بتقتلني بصراحه، بحاول اواسيهم على قد ما اقدر، بس انا ساعات كمان انا ما ببقاش قادره، يعني صعب وقفتهم على المسرح مش سهله على فكره، يعني انا كل ما بطلع على المسرح ده فويس اصلا قلبي بيدق، ما بالك هم اللي طالعين وعارفين ان كل الناس هتتفرج عليهم والمدرب هيختار منهم واحد، صعبه قوي قوي.